في الفيديو ده هوريكم 10 دولار ممكن يجيبوا لنا ايه في كازاخستان. يلا بينا. هندخل دلوقتي يا جماعه المول الجميل ده اسمه ميجا هنا في مدينه الماطي في كازاخستان، واحد من اهم المولز الموجودين في المدينه. 10 دولار دول ممكن يجيبوا لنا ايه في السوبر ماركت؟ اول حاجه لازم تعرفوها يا جماعه ان ال 10 دولار يعملوا تقريبا 5000 تنجي، العمله بتاعتهم هنا في كازاخستان. دي اجواء المول الجميل حوالينا هنا. هو ده هو السوبر ماركت، ندخل نشوف الدنيا. يلا بسم الله توكلنا على الله. علي انا داخل عامل شوبينج يعني بال 10 دولار بتوعي دول هشتري الدنيا كلها يعني. خلينا يا جماعه اول حاجه هناخد لنا كده كيس شيبسي سناكس خفيفه. اسعار الشيبسي هنا مثلا الكبير ده عامل 800، الصغير عامل 400، 99 مثلا تقريبا 1 دولار، فناخد واحد من ده 590 كده اول حاجه من 4500. في حاجه هنا يا جماعه ببلاش فخلينا نجرب ابو بلاش ده اسمه. What is this؟ بايكال ليمونيد. نجرب ابو بلاش ده بسم الله. حلو جميل. بايكال بوراتينا. تاني حاجه يا جماعه دلوقتي هناخد لنا حاجه ساقعه. فين فين فين؟ يلا بسم الله. بيبس لتر 520 يعني تقريبا بدولار وربع ولا حاجه. تمام نكمل. طبعا يا جماعه يعني عايز اقول لكم ان احنا بنشتري سناكس مش بنشتري حاجات اساسيه، ولكن في نفس الوقت هوريكم اسعار الحاجات الاساسيه زي مثلا السكر، الزيت، الرز، المكرونه، الكلام ده كله، ولكن احنا ال 10 دولار دول بنشتري سناكس كده حاجات خفيفه ناكلهم واحنا ماشيين يعني. عشان تعرف الاسعار وتقارن الدوله دي رخيصه ولا غاليه لازم تعرف متوسط المرتبات هنا، فانا سالت الناس اللي اعرفهم هنا في البلد وقالوا لي متوسط المرتبات هنا 700 دولار تقريبا في الشهر. بصوا يا جماعه هنا مثلا في جمبري مجمد الكيلو بتاعه عامل حوالي 13000 تنج، 30 دولار يعني كمان. صدور مخليه بالشكل ده سعرها كام يا باشا؟ 2548 يعني تقريبا 5 دولار تقريبا كيلو 900 جرام. الوراك تعالوا نشوف. الوراك مثلا ب 1250 650 جرام. 1250 حوالي 3 دولار. فرخه كامله عامله 2793 يعني تقريبا 5 دولار او 5 دولار ونص كيلو ونص تقريبا دي الفرخه. هنا يا جماعه عندنا اسعار البهارات تقريبا يعني الكيس من ده عامل تقريبا دولار دولار وربع، اي كيس بهارات اي كيس بهارات دولار او دولار وربع تقريبا. شايفين 400 600 400 500. البيض برضه يا جماعه من اساسيات الحياه فلازم نشوف سعره كام. هنا بيتباعوا كده بال10 10 بيضات 10 بيضات 10 بيضات وهكذا. المهم عاملين كام؟ 760 ال10 بيضات يعني تقريبا دولار ونص. 10 دولار ال10 بيضات بدولار ونص. هنا دي تقريبا فيها 15 عامله 1050، ال 1050 دول عاملين تقريبا 2 دولار ونص. من الحاجات برضو الاساسيه هي العيش، ولكن العيش انا متدلع شويتين ففينا اشكال كتير واصناف كتير زي ما انتم شايفين كده. فنشوف مثلا 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 شايفين نص دولار، دولار الا ربع تقريبا دولار الا ربع. هنا يا جماعه في السوبر ماركت زي شويه اكلات مطبوخه تمام، فانت ممكن تاخد هنا بال 100 جرام. هنا ال 100 جرام مثلا عامل دولار دولار وربع، ال 100 جرام من دي عامله مثلا دولار ونص تقريبا وهكذا. كل ده اكل مطبوخ. شايفين اشكال والوان ما شاء الله. بما هنا بان كيك اهي فريش. وهنا في يا جماعه اسعار اللحوم. هنا بيقول لك ال 100 جرام برضو بدولار. تعال نشوف كده الكيلو. هنا الكيلو عامل 5000 تنجي يعني الكيلو مثلا ب 11 دولار كيلو اللحم ده. طبعا اللحم هنا جميل جدا وحلال وجودته عاليه جدا جدا جدا. كبده بقري ال 100 جرام ب 228 يعني الكيلو ب 2000 يعني الكيلو تقريبا ب 5 دولار يا جماعه. كيلو الكبده ب 5 دولار وده لسان اهو شايفين اللسان. جافيه ده يزيك يعني لسان بقري الكيلو بتاعه عامل 4100 يعني الكيلو عامل تقريبا 10 دولار. ونيجي بقى عند قسم الفواكه. نشوف هنا الفواكه اسعارها ايه والخضار والكلام ده كله. احنا جبنا هنا دلوقتي بناندر. بناندر جبنا الموستين دول فالموستين سعرهم 300 ده 300. الموستين دول سعرهم 300 جرام 300 تنجي وهم 356 جرام يعني كل موز عامل تقريبا
اقل من 2 دولار حاجه بسيطه يعني اقل من 2 دولار كيلو الموز. ده اللي احنا كده جبناه لحد دلوقتي 615 و520 و300 عامل 1435. لسه قدامنا مشوار طويل عشان نوصل لل 10 دولار يعني. الرمان الكيلو تقريبا عامل 4860 يعني تقريبا 10 دولار الكيلو. هنا الكمثرى عامله 1800 للكيلو رخيصه جدا والله يعني تقريبا 4 دولار تقريبا. هنا سفندي يوسفي شوفوا انتوا بتسموه ايه وزي ما انتوا عايزين عامل تقريبا 1830 برضو تنجي مثلا تقريبا 4 دولار ولا حاجه. احسبوا انتوا بقى يا جماعه احسبوا الدولار الواحد ب 450 تنجي، برقوق ب 1465 تنجي، الخوخ ب 1140 تنجي، ده خوخ تاني ب 775 يعني اقل من 2 دولار تقريبا دولار ونص، دي كمثرى تانيه. الكيوي ب 2000، الافوكاتو ب 10240 الكيلو، كيلو افوكاتو ب 10240 يعني كيلو افوكاتو تقريبا ب 20 دولار يا جماعه. دراجون فروت الكيلو بتاعها ولا بالواحده؟ شتوك بالواحده، الواحده ب 5 دولار. ودي المانجا اللي عندهم هنا قطع الواحده بتقريبا 5 دولار. البطيخ بكام البطيخ؟ ب 180 يعني تقريبا بربع دولار. البطيخ بربع دولار للكيلو يعني انت مثلا تاخد لك بطيخه، تاخد لنا بطيخه مكتومه حلوه دي. بس سي هاو ماتش دي 10 كيلو يا جماعه عامله 1959 يعني تقريبا 4 دولار ولا حاجه، عامله تقريبا 4 دولار. 4 دولار البطيخه يا جماعه، 4 دولار بطيخة 10 كيلو ونص. اوكي ثانك يو. هنا يا جماعه عندنا واحد اوريو حجمه كويس 1 2 3 4 في تقريبا 10 ب 565 يعني تقريبا بدولار وربع. هوبا. ودي عموما كده يا جماعه اسعار البسكتس هنا او البسكوتات والحاجات من دي، دولار دولار دولار. والله ده حلو ساشا، just $1 you can take this $1 yeah let's take it calculate calculate how much left نص دولار ربع دولار او اقل او اقل. دلوقتي صرفنا 2500 حلو والله لسه قدامنا شويه حلوين. هنا عندنا الكندر بوين وحاجات زي كده سعرها كام؟ دي عامله تقريبا دولار. الاكبر شويه ده ايه ده؟ دي بدولار يا جماعه 400 1 دولار 3 دولار. الكبيره دي كلها كده ب 3 دولار. بارني ده بحبه جدا 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 يا جماعه، بيبقى فيه تقريبا جوه 4 او 5 5 تقريبا، عامل برده تقريبا 2 دولار ونص. الناس طبعا مهتميه جدا باسعار الزيت يا جماعه، فلازم نقول لكم اسعار الزيت ايه هنا برده في كازاخستان. على فكره احنا موجودين في مدينه الماطي هنا في كازاخستان. المهم سعر ازازه الزيت اللتر تقريبا 3 دولار وشويه. دي بقى برده لتر زيت عباد شمس باقل من 2 دولار برده، دي تقريبا 2 دولار اهي. هنا برده يا جماعه بقى المكرونه كيس ب 2 دولار، هنا 2 دولار. دي غاليه شويه ب 1900 يعني تقريبا بكام؟ ب 4 دولار، بدولار ونص. ودي بدولار ونص، بدولار ونص برضه 650. ودي يا جماعه يعني الشوكولاته التقليديه هنا عندهم في كازاخستان، حتى شايفين اسم الشركه بتاع الشوكولاته كازاخستان. فدي ناس بتيجي اصلا تاخدها كسوفونير وهم ماشيين عليها علم كازاخستان، علم الدوله واسم كازاخستان. ففي ناس بتاخدها كانها سوفونير اصلا وهم راجعين بقى من اجازتهم يهدوها لاصحابهم او لعيلتهم او ايا كان. فهناخد واحده منها سعرها تقريبا دولار وحاجه بسيطه جدا لا تذكر يعني. لتر لبن باقل من 2 دولار 710 يعني دولار ونص او دولار واكتر من نص حاجه بسيطه. هنا بس في حاجات كتير قوي مش كله لبن، مثلا الكيفير ده بيبقى عامل زي اللبن الرايب، الكيفير ده لبن رايب كده. هنا في ايران برضه انتوا عارفين هو الايران ايه، دولار ونص تقريبا. فانا بدور على اللبن الحليب عشان ما نعملش لخبطه في الموضوع ده. احنا في مصر بنقول على بنقول عليه لبن، انما مثلا دول كتير عربيه تقول عليه حليب، واللبن بيبقى بالنسبه لنا هو الرايب، فاحنا مش عايزين لخبطه لما نقول لبن هو الحليب، تمام؟ اي حاجه ثانيه هبقى اوضح ايه هي، لكن لما اقول كلمه لبن فانا قصدي حليب، لبن حليب يعني.
في حاجه انا برضو يعني غريبه، خلينا نقول غريبه شويه، الا وهي لبن الخيل، لبن الخيل المخمر، قميص. قميص هو لبن خيل مخمر يا جماعه، مش حليب طازه، تمام؟ بيتساب شويه فبيبقى عامل زي الرايب كده، فبيبقى طعمه ايه، مخمر سنه كده. ده اسمه قميص، برده تقريبا ممكن يقوم مثلا 2 دولار. وشوبات او شبات حاجه كده، ده بتاع الناقه، سعره دولار وربع برده العلبه الصغيره دي. برده هنا اكتيفيا شركه عالميه، فخلينا نقول مثلا ان الرايب بتاعها مثلا بالقمح او بالفراوله او ايا كان، توت مش توت، اي حاجه، عامله تقريبا 2 دولار. الزبادي والحاجات دي رخيصه جدا، مثلا الاربعه بدولار. دلوقتي يا جماعه كنت موعد ساشا بايس كريم، فهنجيب بقى اخر حاجه هنا ايه، الايس كريم، وكده نكون قفلنا 10 دولار. نشوف هنقفل ولا هندفع اكتر حاجه بسيطه. طبعا الايس كريم هنا كبير جدا جدا جدا، واشكال والوان زي ما شايفين كده. ف بنشوف الايس كريم اللي ساشا بيحبه، 2 دولار للواحد، اقل 2 دولار حاجه بسيطه. فالاثنين يبقى عاملين كام؟ وكده يبقى السعر الكلي 4620، اللي هو اكتر من 10 دولار بحاجه بسيطه جدا جدا. فخلينا نقول 10 دولار بالظبط دلوقتي. كل ده نروح ندفع ونشوف. قلت لها ساشا انا مش عايز اللي احنا جبناه ده، في واحد تاني انا بحبه اكتر، هو ده. Which one? White. White? Yeah. We tried this yesterday. Yeah. But we can take this. Okay. فخلينا ناخد ده مش التاني. وده سعره 490، يعني تقريبا دولار للواحد، وأطعم بكتير جدا. ساشا قال لي انا كمان هاخد زيك ونرجع ده، فرجعنا ده. سو ماينس ساشا اللي ماسك الحسابات يا جماعه، هو اللي مسؤول عن كل الاسعار، عشان نشوف احنا صرفنا قد ايه. ستيل هاف تو باي سمثينج ايلس. كده احنا 9 دولار بس، فاحنا كده ناقصنا دولار، نشتري بايه مش عارف بقى. نشوف لنا حاجه دلوقتي عامله دولار ناخدها في طريقنا. What about one sneaker bro؟ ايه دولار الكبير ده، big one؟ Yeah. It has two pieces. حلو. السنيكر الكبيرة فيها قطعتين عاملة دولار. هوبا هوبا اوه بالظبط 10 دولار. That's how much؟ Yeah, so 10 دولار. 10 bucks. يعني شوية سناكس رايقة جدا، حلوين اهو، قاعدة حلوة، خروجة حلوة، بال 10 دولار والحاجات دي. السلام عليكم. We have more bro, we have more. مالينا الشنطة يا جماعة سناكس والله بال 10 دولار. So how much؟ 10 دولار و10 سنت يا جماعة. Good bye. Thank you. الحساب بتاعنا كام؟ 4510 بالظبط يا جماعه، والله العظيم بالظبط 10 دولار. نخرج بقى من المول. مول كبير جدا هنا في مدينه الماطا يا جماعه في كازاخستان. طبعا مدينه الماطا زي ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتت هي اشهر واهم واكبر مدينه في كازاخستان، وهي المدينه السياحيه المشهوره هنا في كازاخستان. عرفتكم على المدينه كلها بكل تفاصيلها جوه وبره في سلسله الفيديوهات اللي انتوا اتفرجتوا عليها الايام اللي فاتت. وده ان شاء الله هيكون اخر فيديو من كازاخستان، لاني بعد كده هتحرك ان شاء الله وهنروح على بلد جديده وهنبدا مغامره جديده في مكان اخر في العالم. دلوقتي يا جماعه اذا انتم شفتوا كده الاسعار في نظري مش غاليه قوي، وانا قلت لكم ان متوسط المرتبات هنا في كازاخستان حوالي 700 دولار. فلو قلت لي مثلا 700 دولار والاسعار مش غاليه قوي بالشكل ده، مثلا انت ب 10 دولار جبت حاجات كتير قوي، فمعنى كده ان العيشه كويسه. ولكن العيب الوحيد هنا يا جماعه هو السكن. السكن هنا غالي جدا جدا جدا. شقه صغيره في المدينه هنا مش حاجه كبيره، هتبدا معاك من حوالي 500 دولار في الشهر ايجار. لو انت تاخد 700 800 وتدفع منهم 500 ايجار، فاوريدي انت في مأزق. وكمان يا جماعه حاجه مهمه جدا في المدينه هنا لطيفه قوي بصراحه، هي ان اسعار البنزين رخيصه جدا. يعني سعر لتر 95 عامل تقريبا نص دولار، لذلك المواصلات هنا رخيصه قوي قوي قوي. النقل العام هنا يا جماعه في اي مكان تروحوا الباص بتاع النقل العام يوديك بتقريبا اقل من ربع دولار، ب 80 تنجه، متخيلين؟
يعني دولار ب 450 تنجي والمواصلات ب 80 تنجي، يعني رخيصه جدا. والتاكسيات برضو رخيصه جدا بسبب الموضوع ده، فدي حاجه كويسه جدا في المعيشه هنا، يعني المعيشه مرتاحه الحمد لله. بسم الله. جود فيري جود. وبس كده اصدقائي، ده كان تحدي ال 10 دولار هنا في مدينه الماطي في كازاخستان. شفتم جبنا ايه ب 10 دولار، وشفتم الاجواء حوالينا، وشفت الاسعار. اكتبوا تحت في التعليقات ايه رايكم في الاسعار، تاني تعليقاتكم، مستني تشاركوا معايا ارائكم، لان زي ما انتم عارفين بحب جدا اقرا التعليقات بتاعتكم وناخد وندي مع بعض. وما تنساش برضو اللايك الجميل، عايزين نوصل الفيديو ده ل 20,000 لايك، واشوفكم ان شاء الله في المغامره اللي جايه. سلام.